فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تيممت من الجنابة ثم وجدت الماء، فهل يجب علي الاغتسال بالماء أو أنني باق على الطهارة؟ إذا أنك صليت وانتهت الصلاة، صلاتك صحيحة، لكن تستعمل الماء للمستقبل، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته كما في الحديث. أما الصلاة اللي صليتها بالتيمم وانت ما عندك ماء يوم تصلي، صلاتك صحيحة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.